امبارح شاركت البعثة المصرية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. بعثة مصر في الأولمبياد حصدت 3 ميداليات تنوعت ما بين الذهب والفضة والبرونز. أحمد الجندي بطل الخماسي حصل على الذهب، سارة سمير لاعبة رفع الأثقال حصلت على الفضة، بينما حصل محمد السيد لاعب السلاح على الميدالية البرونزية على التوالي. صحيح، ألف مبروك للمصريين اللي رفعوا راس مصر وحققوا الميداليات، وألف مبروك لكل من شرف مصر بحتى أداء مشرف ولم يحصل على ميدالية أو لم يحالفه الحظ. خلونا نتعرف على نتائج لاعبتنا والبعثة المصرية اللي كانوا بيخوضوا منافسات امبارح، وكمان نتائج البعثة المصرية على مدار البطولة باريس 2024 والأولمبياد التي انتهت بالأمس الحقيقة في باريس. ضيفتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر الأستاذة هبة طلة محمد، المحللة الرياضية والمتخصصة في الألعاب الأولمبية. برحب بيك. أهلا بيك أستاذة هبة. يعني قولنا كده نظرة عامة على أداء اللعيبة المصريين، كانوا إزاي في أولمبياد باريس؟ الحقيقة احنا في أولمبياد باريس شاركنا بأكبر بعثة في التاريخ بالنسبة لمصري، يعني طبعا حققنا نتائج كويسة جدا. أحمد الجندي، سارة سمير، محمد السيد يمكن اللي كان مفاجأة لبعض الناس، بس للأسف برضو كان في ناس كان متوقع ان هم يجيبوا ميدالية، بس للأسف ما حالفهمش الحظ. في ناس اتصابت، في ناس ما كانتش يمكن في يومها، يوم السبق بتاعها أو يوم اللعب بتاعها، فللأسف ما قدروش ان هم يحققوا ميدالية. في الخماسي الحديث ايضا كان في مهند شعبان، اتكلم عنه ازاي؟ مهند شعبان طبعا بطل كبير، ليه تاريخ كبير في الخماسي، اخد بطولات كتير، بطولات ناشئين، بطولات كبار، يمكن هو كمان اللي حجز اول بطاقه للتاهل لباريس بعد ما كسب بطوله العالم في 2023. وكان برضو مهند كان من الناس اللي بتنافس على ميدالية، يعني هو وأحمد الجندي كان من المتوقع ان هما الاثنين يجيبوا ميداليات في باريس، بس للأسف مهند بعد ما تأهل للنهائي في النهائي حصل موقف كده مش لطيف في الفروسية، هو وقع من على الحصان فبالتالي فقد النقط بتاعة الفروسية كاملة، فده طبعا خرجه بره المنافسة خالص. طيب قولنا، يعني احنا حصلنا على ميدالية ذهبية كده في آخر البطولة، كلمينا عنها وعن اللاعب البطل المصري اللي حصل عليها، وايه شعورنا احنا كمصريين ان احنا نحصل على الميداليه الذهبيه في اولمبياد باريس؟ طبعا الميداليه بتاعت احمد الجندي كانت حاجه رائعه جدا، مجهود مميز جدا، مجهود يعني مجهود سنين، وانه يعني النشيد الوطني يتعزف في باريس دي حاجه جميله طبعا، اكيد لحظه كلنا كنا مستنيينها. لعبة الخماسي الحديث من أصعب الرياضات، لأن هو يعتبر بيلعب 5 رياضات مع بعض، مش رياضة واحدة. فأحمد الجندي بعد ما أخد الفضية في طوكيو الدورة اللي فاتت اشتغل على نفسه كتير جدا عشان يقدر أنه هو يحقق الذهب، وهو كان فعلا من الناس من أول الأسماء المرشحة أن هم يجيبوا ميدالية ذهب الدورة دي. فحقيقة هو عمل مجهود كبير جدا، مش بس ان هو كسب الميدالية الذهب والمركز الأول، هو كمان كسر الرقم العالمي بعد ما جاب 1555 نقطة وسجله باسم مصر، فدي طبعا حاجة يعني كويسة جدا منه. ده حقيقي جدا. ناس كتير جدا على السوشيال ميديا يمكن قعدت تسأل ايه هو الخماسي الحديث اللي جبنا فيه ذهب، تعتقدي ان ده هيأثر على شعبية لعبة الخماسي الحديث؟ هيعمل نوع من انواع الفضول عند عدد كبير من الأسر المصرية ان هم يلعبوا ولادهم هذه اللعبة؟ كلمينا اكتر عن اللعبة. طبعا هو اصلا من اول اولمبياد طوكيو اللي فاتت والناس بدات تهتم اكتر بالخماسي وتعرف هو ايه. يمكن ساعه طوكيو لما احمد اخذ فضيه ما كانش اصلا مرشح انه حد ياخد فضيه في الخماسي، لان احنا عمرنا في مصر ما اخذنا ميداليه في اولمبياد في الخماسي خالص. فمن ساعتها وكمان عزز الكلام ده في باريس 2024 لما اخذ الميداليه الذهب، اكيد الناس ده هيشجع ناس اكتر انها تعرف اكتر عن الرياضه. الناس بدات امبارح على فيسبوك بتسال هو ايه الخماسي، طب هو إيه ازاي الفروسيه، طب الحصان بيلعب فروسيه وبيلعب رمايه وسباحه وكمان وجري، يعني الجري بيعملوا حاجه اسمها ليزر ران، ان هو بيبقى جري ورميه في نفس الوقت وسلاح. فهي طبعا 5 احنا قلنا السلاح، قوليهم تاني كده معلش. السلاح ايوه، وسباحه تمام، ورميه وفروسيه والليزر. والليزر تمام. فهو يعني طبعا كوكتيل كده العاب محتاجه حد عنده قدرات فائقه يعني عشان يكسب. طب شفتي ازاي اداء منتخب المصارعه؟
منتخب المصارعة طبعا يعني كان يعني يمكن من المنتخبات المرشحة أنها كانت تفوز بميدالية، بس للأسف ده ما حصلش. أكتر من لاعب يعني ما قدرش أنه هو حتى يوصل للنهائي، يعني يمكن احنا محمد جبر وصل لعب على البرونز، عبد اللطيف منيع يمكن وصل لعب على البرونز، كنا مستنين منه ميدالية بس للاسف يعني ما حلفوش الحظ ان هو يكمل. يمكن كان في لعيبه كانوا مفاجاه ان هم خرجوا بدري زي كيشو ومحمد مصطفى، يعني كيشو طبعا اخذ برونز في طوكيو فكنا مستنين منه ميدالية المره دي. اتظلم كيشو في البطوله وفي تناول الميديا ليه بالظبط، ومحمد مصطفى برده كان في طوكيو اخذ مركز خامس وكان ساعتها مصاب بالرباط الصليبي، فكنا مستنيين ان هو الدوره دي يعوض حتى ويجيب ميدالية، بس للاسف الحظ ما كانش معايا المره دي. ساره سمير والفضه، ساره سمير والله كنا متوقعين لها ذهب، بس هي فعلا يعني بنت مصر الغاليه، هي كمان يعني بتمثل المراه المصريه في الثلاثه اللي موجودين. اعتقد ان هي عملت فرق كبير جدا في رفع الاثقال وشرفتنا في اكثر من بطوله اولمبيه، كلمينا عنها وكلمينا كمان عن مشاركه الفتيات في لعبه زي لعبه رفع الاثقال. طبعا ساره بطله خارقه يعني من طراز رفيع، ساره سوبر وومن بالظبط كده. ساره احنا طبعا كنا متوقعين لها ذهب، وهي ارقامها كانت تاهلها ان هي تجيب ذهب، وانا متوقع لها ذهب فعلا لولا انه الرفعه الثالثه للاسف ما قدرتش انها ترفعها، ما كانتش موفقه فيها، فللاسف اكتفت بالفضه، وهي حتى كانت زعلانه جدا يعني بعد البطوله انها خدت فضه مش ذهب. وده يرجعنا لعقلية البطل، هي بطلة، هي شايفة نفسها أنا رقم واحد، ما ينفعش أن أنا أجيب ميدالية أقل من اللي أنا كنت متوقعاها. فيعني هي بطلة رائعة. سارة شاركت مرتين في الأولمبياد السنة دي في 2024، وشاركت في 2016 المشاركتين بميداليتين، في 2016 كان برونز والسنة دي كان ذهب، وهي حقيقة تستحق السنة دي فضة. يعني السنة دي فضة وهي حقيقة تستحق الذهب، يعني إن شاء الله فضة في طعم الذهب زي ما احنا بنقول. أدام احنا في الصاعد يبقى إن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. إن شاء الله. كمان احنا الحقيقة كان أكتر من لعبة مشاركين فيها في أولمبياد باريس، كلمينا عن الكرة الشاطئية، تنس الطاولة، كرة اليد والأداء اللي عملوه المشرف في البطولة. طبعا الكرة الشاطئية خدت يعني ناس بدأت تهتم برضو وتركز معاها، يمكن الناس ما كانتش عارفة قوي انه في كرة طايرة شاطئية لانه هي مش منتشرة قوي في مصر. احنا منتخب الكرة الشاطئية بتاعنا ياخد اول على افريقيا دايما، ويعني بيقدم اداء كويس ومستوى هايل طول السيزن. لما سافرنا في الاولمبياد يمكن برضو ما كناش موفقين قوي ان احنا نلعب على الادوار النهائية او ان احنا نتأهل بعد دور المجموعات، بس الحقيقة انه كابتن مروة وكابتن دعاء الغباشي لعيبة منتخب مصر للكرة الشاطئية قدوا برضو مستويات كويسة، والفرق ما كانش كبير قوي بينهم وبين المنتخبات الاوروبية، بس يمكن احنا محتاجين اكتر احتكاك اكتر معسكرات اكتر علشان يبقى عندنا الاداء احسن في الدورات اللي جاية ان شاء الله. ازاي نكسب اسبانيا واسبانيا تكسب المغرب اللي كسبتنا في القدم؟ يوم ماتش مصر ومغرب ده يمكن منتخب ما كانش موفق خالص، يعني الشوط الاول كان ماشي الى حد ما كويس، الشوط الثاني طبعا استقبلنا اهداف كتير قوي 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 بصراحه، فده حقيقه ما كانش، كان في اخطاء كتير ويمكن كان في عدم تركيز شويه في الملعب، بس يعني نقدر برضو نقول ان احنا وصلنا لحد هنا، دي لحد ما حاجه كويسه عن الدورات اللي فاتت، فيعني نامل. نراهن ازاي على الشباب دول اللي طلعوا، الشباب الجميل اللي طلعوا، اعتقد دول نجوم المستقبل في كره القدم. طبعا طبعا احنا محتاجين، يعني يمكن الدوره دي كشفت لنا ابطال ما كانوش باينين قوي، محتاجين ان احنا نركز معاهم اكتر، نعمل لهم اهو تاهيل من دلوقتي للدوره اللي جايه، معانا 4 سنين من دلوقتي نقدر ان احنا نزود اكتر في التمرين، نزود في معسكرات، احتكاك داخلي وخارجي عشان يبقى في خبره اكتر للعيبه. صحيح صحيح. استاذه هبه مره ثانيه انا عايزه ارجع لمنتخب كره اليد، لانه كان الحقيقه اداؤه مميز جدا طول طبعا البطوله، لكن في الاخر طلع من الربع نهائي. طبعا ايه اللي حصل؟ منتخب كره اليد يعني للاسف احنا يعني بنعمل كده في اكتر من بطوله، سواء بطوله عالم او اولمبياد، بنظهر بشكل كويس جدا طول البطوله، لكن احيانا بيحصل اخطاء في بعض الوقت في الاخر، تحديدا في الشوط الثاني دايما بيحصل فيه اخطاء، وللاسف بعد ما بيبقى الماتش بتاعنا وبنبقى فارقين ب4 نقط و5 نقط بنرجع نسعى ورا التعادل، وفي الاخر في اخر دقيقه دايما بنتغلب بفرق هدف هدفين، بتكون حاجه بتكون المشكله فين؟
هو المشكلة المرة دي كانت قدام منتخب إسبانيا. طبعا احنا الأول يعني خلينا نبدأ من أول البطولة من دور المجموعات. احنا كنا في مجموعة صعبة جدا، يعني يسموها مجموعة الموت. انت معاكي الدنمارك بطلة العالم، معاكي فرنسا، معاكي دول كبيرة جدا ومعروفة ان هي في كرة اليد هي التوب في كرة اليد. فاحنا خلصنا دور المجموعات بأداء كويس الحمد لله. بعدها لما جينا ماتش اسبانيا الشوط الاول كان ماشي هايل، الشوط الثاني بدانا ان احنا نتراجع شويه نتيجه اصابه لعيبه عندنا، يعني يحيى خالد حصل له اصابه، مهاب حصل له اصابه، فالاثنين دول اثروا بشكل كبير على اداء المنتخب في الشوط الثاني. فبالتالي لما كملنا ما قدرناش ان احنا نكمل على نفس المستوى، برضو كان في اخذ كذا لاعب من عندنا اخذ ايقاف دقيقتين، فطول الشوط الثاني احنا تقريبا بنلعب ماتش يعني بنقص عددي، ناقصين واحد في الماتش. فبالتالي طبعا ده يعني منتخب اسبانيا استغل ده لصالحه وقدر ان هم يعني يتعادلوا في النتيجه ويتقدموا بهدف وقدروا ان هم يفوزوا بالماتش ده للاسف. كلمه العنصريه اتكررت كتير جدا من نقاد رياضيين مصريين وعرب في وصف اولمبياد باريس 2024، تعليق حضرتك. طبعا يمكن احنا شفنا ده اكتر في الواقعة بتاعه اللاعبه ايمان خليف بطله الجزائر، لان هي تعرضت لحمله يعني شرسه جدا على السوشيال ميديا وعلى المواقع الالكترونيه في كل الدول. شفنا ده مع كيشو بالظبط، ومع كيشو طبعا ما اتنشرش عليه خبر في الصحافه الفرنسيه رغم الافراج عنه ورغم ثبوت الكاميرات اللي هي رغم انه الصحافه المصريه بس اللي اتكلمت عليه. يعني هي الصحافه الفرنسيه تكتب عنه ان هو وحش لكن لا تكتب عنه ان هو خرج. تعليق حضرتك. بالظبط، هو بالنسبه لازمه كيشو فعلا كل الصحف كتبت الخبر نفسه، ما كتبوش ما نقلوش خبر التبرئه. ده بالنسبه للصحف العالميه يعني، فاكيد ده هيكون ليه رد، وبالفعل يعني حصل رد من اللجنه الاولمبيه المصريه بتطالب انه يتم ده على شكل عالمي او على اطار عالمي زي ما حصلت الواقعه، لازم نثبت البراءه بتاعه اللاعب بتاعنا طبعا. اما بالنسبه لقصه ايمان خليف فطبعا هي تعرضت لحمله شديده جدا على السوشيال ميديا، كان هدفها بس ان هي تشتيت اللاعبه ان هي وخروجها من مود البطوله وخروجها من تركيزها. لكن الحقيقه ايمان يعني ادتنا درس في ازاي انت يبقى عندك حلم، ازاي تدافع عنه وازاي تفضل وراه، وقدرت في الاخر ان هي تتوج بالذهب. طيب ايه اللي بعد اولمبياد باريس نقدر نقوله كده كنصايح للعيبه ونبني عليه للاربع سنين الجايين؟ زي ما قلت لحضرتك احنا الدوره دي كشفت لنا لعيبه كتير يمكن ما كانش عليهم السبوت قبل كده. عندنا مثلا ملك اسماعيل في الخماسي الحديث، لعيبه صغيره لسه عندها 19 سنه اول دوره اولمبيه ليها، لانها امبارح يعني لانها تاهلت للنهائي وجابت مركز 12 بفروق مش كبيره عن اصحاب المراكز الثلاثه الاولى. لعيبه زي دي احنا اكيد هنركز معاها. عندنا برضو محمد طلبه في السلاح، عندنا لعيبه كتير قوي ظهروا فريق كره القدم نعالج المشاكل اللي عندنا في كره اليد. كل ده هيفرق معانا قوي ان احنا نحضر لاولمبياد لوس انجلوس. الكلام كمان مش هيكون للعيبه بس، للاتحادات. بالظبط طبعا، الاتحادات كل الكلام ده اساسي للاتحادات. هو دلوقتي كل اتحاد عرف يمكن ايه المشاكل اللي عنده، ايه اللعيبه اللي انا هركز معاها الفتره اللي جايه، فده كله يعني ازود بقى في التمرين، ازود في المعسكرات، اشوف ايه اللي اللعيبه طالبينه علشان اقدر ان انا احقق نتائج احسن الدوره الاولمبيه الجايه. تفتكري هيحصل كشف حساب للاتحادات الاولمبيه المصريه بعد اولمبياد باريس؟ هيحصل نوع من انواع الفرز والتجديد والتدقيق فيما حدث وفيما سيحدث؟ المفروض طبعا انه ده يحصل، لانه في اتحادات كتير يعني احنا لازم ان احنا نواجه المقصرين. في تقصير حصل لانه في ميداليات كان المفروض ان احنا نجيبها وارقامنا مش بعيده عنها، وليه ما حصلتش؟ في اسباب تقصير، وفي لعيبه طلعت اشتكت وقالت ما فيش معسكرات وقالت احنا بنسافر على حسابنا وقالت حاجات كتير. لازم ده كله طبعا يتعمل له كشف حساب ونراجع ايه المشاكل ونقف عليها لو احنا عايزين نحقق في اولمبياد. اكتر حاجه بتراهني عليها ايه؟ ان احنا يعني الدرس الاكبر المستفاد من البطوله دي ان احنا نحسب المقصرين، ده الدرس الاكبر، لانه في لعيبه كتير جدا كانوا المفروض ان هم يتوجوا بميداليات، فلازم نعرف سبب التقصير ده ايه. لما احنا قلنا قبل البطوله انه اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه بتقول من 7 لـ11 ميداليات، ال 11 دول تقلصوا لثلاث ميداليات. صحيح. منهم واحده يمكن اصلا ما كانش معمول حسابها، يعني محمد السيد طبعا لاعب كبير وبطل، ولكن تتويجه بالبرونزيه السلاح دي كانت مفاجاه للكل. صحيح. لكن احمد الجندي وساره سمير كنا كده كده يعني متوقعين. هم اللي افتتحوا الموضوع. بالظبط، فطبعا لازم نحاسب المقصرين علشان نلاقي نتيجه احسن. شكرا لك يا استاذه هبه. استاذه هبه طلاب محمد المحلله الرياضيه.
المتخصصة في الألعاب الأولمبية. شكرا جزيلا لحضرتك، وألف مبروك لكل اللاعبين المصريين. شكرا جزيلا. شكرا لك يا أستاذة هبة.